هل يجوز الجمع، هل يجوز جمع الصلاة في الليلة المطيرة؟ يعني أن المطر ينزل ويقف، ومرات يكون كثيرا يبل الثياب، ومرات يكون رذاذا ولم لو يكن المطر موجودا في وقت الصلاة، وإذا كان رذاذا. نعم، أولا لابد أن نعلم أن الصلاة كما قال عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا أتم موقوتا، كتابا أي فرض، موقوتا أي مؤقت بوقت، لا 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 يجوز تقديمها ولا تأخيرها. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نجمع بين صلاتين إلا إذا تحققنا وجود العذر، وعند الشك هل هذا عذر يبيح الجمع أو لا يجب أن لا نجمع، لا يجوز أن نجمع مع الشك. فالمطر مثلا إذا كان ينزل ونرى أنه يبل الثياب، ومعنى يبل الثياب أنه يحتاج الثوب إلى عصر من هذا المطر، ليس مجرد أن تقع النقطة من القطرة من الماء ثم يبتل الثوب، هذا ليس بعذر، لكن إذا كان يبلها بحيث يكون فيها ماء إذا عصر خرج، هذا اللي يبل الثياب. أما مجرد الرذاذ فإنه لا يبل الجمع إلا إذا كان هناك وحل في الأرض أو مياه مستنقعات تشق على الناس نزل من قبل فلا بأس. فالجمع إذن جمع للمطر، إما لعذر في الأرض وإما لعذر في السماء. العذر في الأرض ما هو؟ الوحل والمستنقعات التي تتعب الناس، والعذر في السماء هو المطر الغزير الذي يبل الثياب. أما مجرد النقط لا. قد يقول بعض الناس الآن فيه نقط صغيرة قليلة والسماء مغيمة تماما فيها سحاب ورعد وبرق، فيه احتمال أن ينزل المطر كثير. نقول نعم الاحتمال وارد، لكن شيء لم ينزل أنه عندما عند الله عز وجل ربما ينزل وربما لا ينزل، فما دام العذر ليس موجودا فاحتمال أن يوجد العذر غير مسوغ للجمع. لكن لو فرضنا أنهم لم يجمعوا ثم خرجوا إلى بيوتهم ثم أمطر في السماء مطرا كثيرا فماذا يصنعون؟ نقول يصلون في بيوتهم، فإن الرسول كان عليه الصلاة والسلام يقول صلوا في رحالكم في الليلة المطيرة والشافية الباردة الكثيرة. إيش الصوت؟ فالحاصل أنه لا يجمع إلا إذا تحقق العذر، أما قبل تحقق العذر فلا يجوز الجمع، لكن إذا وجد ما يبيح الجمع بعد أن تفرق الناس فليصلوا في بيوتهم. وفي هذه الحال إذا كان البيت فيه جماعة، لا خفضت يا شيخ، في هذه الحال إذا كان في البيت جماعة فليصلوا جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته مع صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذا كان معه برد شديد يكون أيضا سبب آخر لجواز الجمع. نعم.